بزاف منكم كيسمع بالتمويل التعاوني او الكراود فاندين او لو فينانسمون كولابوراتيف. التمويل التعاوني عمليه كيتم من خلالها جمع مبالغ ماليه من عند الممولين اللي ممكن تكون على شكل قرض او استثمار او تبرع من طرف شركه للتمويل التعاوني باش يدعموا ويمولوا المشاريع. وكتتم هذه العمليه في منصات الكترونيه مختصه لهذا الغرض. اول مره بان التمويل التعاوني في العالم كان في سنه 2001 وبدا في الولايات المتحده والصين والمملكه المتحده. المغرب ساير التطور العالمي وقنن اساليب انشاء وتسيير هذه المنصات اللي كيتم من خلالها نشر المشاريع. القانون 18-15 نظم خطوات تأسيس شركات التمويل التعاوني اللي ضروري يكون المقر ديالها في المغرب وما يكونش رأس مالها قل من 300,000 درهم، وحدد حتى سقف المبلغ اللي ممكن يتعطى لكل مشروع والمدة باش يقدروا يجمعوه. وباش يضمن عملية التمويل التعاوني والعملية تكون قانونية وعادلة، منع مسيري المنصات وشركات التمويل التعاوني من المشاركة في أي نشاط سواء كمستثمرين ولا كأصحاب مشاريع. تبع هذا الموضوع مزيان باش تقدر تستعمل هذا التمويل من اللي يبدأ الاشتغال به في المغرب.